السلام عليكم ورحمة الله. أنا إن شاء الله النهاردة مع درس جديد مختلف من نوعه. هنبدأ نرسم بادي من بادي لل نون ريتيرن فالف. نشوف بيترسم ازاي. معانا رسمة 2D ليها، هحاول نحولها لل 3D إن شاء الله. الرسمة دي هتلاقوها تحت تحت الفيديو على اليوتيوب، حملوها وعشان نشتغل منها إن شاء الله. هنفتح سوليد وورك، هشوف دلوقتي الرسمة. هبدأ أرسم على الفيو ده. الفيو ده عرضه 130. اوكي، هاجي هنا هعمل نيو سكتش، نيو بارت، تمام. هاجي في السكتش، هعمل في الفرونت بلان سكتش، هبدأ ارسم سنتر لاين، النقطة دي، النقطة دي طوله 130، تمام كده. بعد كده هاجي هنا من بين بوينت بتاعته، اقول له سيلكت ميد بوينت، وهعمل سيلكت الميد بوينت الثانيه، وهعمل الاثنين دول ايه كونسيدنت، بحيث الاثنين يكونوا على بعض، تمام كده. هقول له صح. كده هعمل سنتر لاين راسي بالمنظر ده كده. بعد كده هاجي هعمل لاين من هنا، التول بتاعه هقول له دايمنشن، ان التول بتاعه 14. بعد كده هعمل لاين من هنا، كده وهعمل تريم النقطة دي مع دي، هعمل بس كنترول زد، كنترول زد. أنا عايز أعمل لاين من هنا كده، وهعمل ترم للنقطة دي. وبعد كده هعمل لاين من هنا لفوق، هقول له ان التول بتاعك سمارت دايمنشن من النقطة دي، من النقطة دي، النقطة دي دايمنشن بتاعتها 48 على 2. بعد كده هعمل همسح الخط ده، وهعمل لاين من هنا اخش بيه 5. بعد كده هطلع بلاين راسي، بس هحط دايمنشن. الرسمة هتلاقوها موجودة تحت الفيديو ان شاء الله على اليوتيوب. اوكي، حط هنا دايمنشن ان ده يكون 5، و هعمل دايمنشن ما بين النقطة دي والنقطة دي، ان النقطتين دول بعد بينهم 45، تمام كده. بعد كده هتكون مسافة 10، وانزل نفس الطول، واخش مسافة، اي مسافة. بعد كده هعمل سمارت دايمنشن ان ده كده 10، والطول ده، واعمل محدد على ده واقول الاثنين دول ايه ايكوال، تمام. بعد كده حاجة من هنا هرسم دايرة ودايرة تانية، واحط دايمنشن على الاولانية ان يكون قطرها 41 في 2، وحط دايمنشن للتانية ان قطرها يكون 51 في 2. هبدأ اعمل تريم الخط ده، وهعمل ميرور حوالين السنتر لاين ده للفيتشر دي، وده 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 وده، وهقوله صح. هعمل تريم للحاجات اللي انا مش عايزها دي، بس قبل ما اعمل تريم انا عايز اوصل هنا لاين
الهندل ده، سحب الترم الجزء ده كده، الجزء ده، الجزء ده، تمام كده. وهعمل كمان تريم للجزء ده والجزء ده، تمام كده شباب. ممكن بعد كده سنتر للنود ده مش عايزه، ممكن امسحه كده. عملت البادي الخارجي للفولف بتاعي، وبعد كده هعمل اكس سكتش وهعمل فيتشر، بس انا حاسس ان ده مش هو هو ده، فبتهيألي هو. هعمل بقى ريفول حوالين السنتر لاين ده بحاجة بالمنظر ده كده، حوله صح كده. عملت البادي بتاع الفالف بتاعي، هاجي من فوق هنا هنشوف الرسمة تاني. عندي هنا مستوى يبعد عن السنتر لاين مسافة 70، تمام. بحاجة أحدد ريفرنس جيومتري بلان، حاجة أحدد مستوى اللي هو التوب بلان يبعد عنه مسافة 70، وأحوله صح. هبدأ أرسم في البلان ده، هحط سكتش عليه، هعمل نورمال عليه، هرسم عليه دايرتين. أول دايرة هرسمها أو هرسم دايرة واحدة، الدايرة الخارجية دي اللي هي 48 دايمتر بتاعها، هاجي هرسم دايرة قطرها 48، هعمل اكس سكتش اكسترود، الناحية التانية حولها اب تونكست، حوله صح. بعد كده هرسم على البلان ده، هقوله سكتش عليه، وهرسم انا خلاص رسمت 48، هرسم الدايرة اللي برا اللي هي 90، سمارت دايمنشن 90، وهقول له اكس سكتش سترود مقدار 10، هقول له صح. هعمل هايد للبلان ده، لان كده الفولف بقى عندي. هبدأ هنا ارسم سكتش، هرسم دايرة قطرها 28 على ما اعتقد، 28 تمام، سمول دايمنشن 28، اكس سكتش وهعمل اكسترود كات، اكسترود كات لغاية السكنس ده. فممكن مثلا نعملها لحد ما اشوفها، كده كويس، حاوله صح. تمام كده. دلوقتي انا لو حولت الشكل للدوت لاين هنشوف اللي هو الشكل بتاعي، تمام. هاجي بعد كده اعمل ايه، هعمل الدوائر اللي في الفلانجز الموجودة على جنب، تمام. عندي اربع دوائر في كل واحدة، قطر الواحدة 12 والديامتر بتاعها على 66. هاجي بقى هنا كل واحدة كده، هاجي هنا هعمل سكتش، ستة وستين، هعمل دايرة، اتناشر، تمام. وهعمل سيركلر باترن حوالين النقطة دي للدايرة دي، أربعة، تمام كده، ايكوال سبيسنج، قوله صح. هقول اكس سكتش، هعمل اكسترود كات مقدار 10، قبل ما اعمل اكسترود كات ممكن امسح السكتش بتاع الدايرة.
اعمل سلوت كات السكتش ده 110، كله صح. تمام كده، هكرر نفس الحكاية للفرنش اليمين والشمال. تمام كده، كده رسمت الفلانشة بتاعتي بالدوائر بكل حاجة. ده كده كده الفولف بتاعي. تمام، ممكن احط له بعد كده ماتريال، اقول له edit material، اقول له مثلا ده ستيل مثلا، الوي ستيل. اوكي، اعمل له edit material ستيل، الوي ستيل، واحاول له ابلاي، بعد كده كلوز. كده الماتيريال بتاعته اتحولت لو ستيل. ممكن بعد كده اجي في الخانه بتاعت ايفالويت، اقول له ماس بروبرتس. تمام، واقول له كده يطلع لي كل البروبرتس بتاعته، اللي هو الماس بتاعته قد ايه، الفوليوم بتاعه قد ايه، كل حاجه. ممكن نطبع الشيت ده او الداتا شيت بتاعتي. تمام، ممكن بعد كده اعمل له رندر، فهاجي هنا في الرندر تولز. تمام، اقول له رندر اوبشن، اختار الجودة بتاعتي جود مثلا، جودة قليلة، واقول له فاينل رندر، هيطلع لي صورة بالمنظر ده. كده دي الرندر بتاعي بعد ما اخلص الرندر بتاعته. ممكن بس اعيد حاجة في البرنامج، ممكن احط فيلتس للفرانشات دي. ممكن اجي هنا في الفيتشر، ممكن اجي هنا في الفيتشر واقول له فيلت، واختار اني احط مثلا فيلت هنا، الريدس بتاعه مثلا 5، وفيلت هنا، وفيلت هنا. تمام كده، ممكن فيلت هنا كمان بس يكون الريدس بتاعه مثلا 3، فيلت هنا. تمام، ممكن فلت هنا وهنا كده، حطيت كل فلتس اللي عندي في فوق كمان هنا، اقوله صح. ده كده كان شكل الفولف بتاعنا. وممكن بعد كده اعيد الريندر تول تاني، وممكن نعمل كل حاجة تاني. اتمنى تكونوا استفدتوا بالدرس بتاع النهاردة. متنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل بتاعتي وصفحتنا على يوتيوب، على الفيسبوك ليرن سوليد وركس عربيك. حد عنده اي استفسار او اي حاجة يبعت لي على الصفحة على السوليد ليرن سوليد وركس عربيك على الفيسبوك، ونشوفكم دروس تانية ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.